أزول أسقسم كاس سنة أمازيغية جديدة. الله يدخل عليكم الله بالصحة وبالسلامة. وماشي بعيد كنا احتفلنا بالسنة الميلادية الجديدة حتى هيايا، دونك دابا كنستغل الفرصة باش نبارك لكم السنة الميلادية وفي نفس الوقت السنة الأمازيغية. وماشي غير هذه السنة، هذه كنتمنى هذه السنة والسنة الماجية والسنوات كاملهم اللي ماجيين إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية، وتكونوا بخير وتكونوا على خير، وتحققوا كاع الأهداف ديالكم إن شاء الله، وتستمتعوا بحياتكم مع والديكم مع وليداتكم، حياتكم الشخصية. كنتمنى لكم كل الازدهار والتوفيق إن شاء الله يا ربي. كيف تيقولوا ما بين الصوت والصوت راحة، وأنا يا خديت وقتي في الراحة، بغيت نرتاح، بغيت شويه ناخذ وقتي ونسرح. انا توحشتكم كيف انتم ما توحشتوني، ومن هذا المنبر كنبغي نشكر كاع الناس كلهم اللي سولوا عليا واللي تواصلوا معايا سواء في الواتساب ولا ماسنجر ولا دا ميساج ولا اللي عيطوا لي في التليفون. حفيظه اخبرتي شي بس ما كاين، كنتمنى يكون المانع خير، لان شنك ما بقيتيش كتنزلي الفيديوهات، ما بقيتيش كتواصلي معنا. دونك الحمد لله الامور لهاد الساعه راه بخير وعلى خير، من غير المرض ديال ماما اللي نتوما راكم عارفينه. الحمد لله راه حنايا كلشي بخير وعلى خير. فقط كيف قلت لكم بغيت ناخذ شويه، بغيت نرتاح باش نجدد الطاقه ديالي ونرجع بواحد النفس يكون جديد وبواحد الحيويه وبواحد النشاط. وتيقوني راه مني كنقرا التعاليق ديالكم، نبدا كنبغي نشكركم كاملكم على ديك التعاليق الزوينه، التعاليق المحفزه، التعاليق اللي كتشجع واللي كتعطيني هذاك الحافز، رغم انني كنعجز وكيجيني الملل وكيجيني الاحباط لقله المشاهدات، رغم ان فيديوهاتي فيديوهات تعليميه وفيديوهات زوينه، ولكن للاسف مقارنه مع فيديوهات وحدين اخرين، يعني فيديو كيتحط شهر شهرين ويلا تيجيب هذيك 400 ديال المشاهدات. المهم شي بس ما كاين ماشي مشكل. كيف قلت لكم هذيك قله يعني المشاهدات هي اللي شي مرات كتدير لي هذاك الاحباط، ولكن بتعاليقكم الزوينه كيف قلت لكم المشجعه كتعاوتاني تحفزوني، كتعاود تخليوني عاوتاني نوض نصور هكايا فيديوهات. البلية صعيبه وحق الله، راه واخا اليوتيوب راه ويا صعيب انك باش تسجل فيديو وتجيب الفكره ودير المونتاج، ولكن من بعد مني ما كدير والو كتبقى فيك هذيك البليه على انك خصني نوض نصور، خصني نوض نخدم، نوض ندير. دونك هذا هو فريمون كاين واحد الشغف كبير، وانني كنخدم هذوك الفيديوهات. كان اي حاجه كنعطيها لكم كنعطيها لكم بحب، وكنعطيها لكم فريمون، وانا عجبني الحال وانا فرحانه بهذاك الشيء اللي كنتقاسم معكم. كنتمنى انه يعجبكم وتستافدوا منه، وان شاء الله مازال غادي نديروا فيديوهات وحدين اخرين بشكل جديد ان شاء الله، كنتمنى على حساب الافكار اللي عندي في مخي. دونك ان شاء الله كنتمنى غير يكون عندي شويه ديال الوقت، وغادي نبدا ثاني كنصوروا في تقنيات جدادين وافكاري هما يكونوا جدادين، علاش لا ونخلطوا الجديد والقديم ان شاء الله. دونك انا قلت غادي ندير هذا الفيديو قصير ونطلل عليكم بالنسبه للسنه الامازيغيه وبهذا اللوك الجديد، لان كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. للاسف ما كنعرفش نهضر باللهجه الامازيغيه باش نبارك لكم السنه كيف قلت لكم. دونك ما بغيتش نطول لا فيديو اكثر من هكايا، بغيت نقول لكم بانكم تسناوني ان شاء الله. مازال صراحه ما صورتش فيديوهات، غنحاول نكمل هذاك الشيء القديم لانني كنت باديه فيه في 2021، وان شاء الله غادي ندير فيديوهات يكونوا جدادين في هذا العام هذا وبافكار اللي هي تكون جديده. كيف كيقولوا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وانا من خلال هذا الفيديو هذا بغيت نشكر كاع المتتبعين والمتتبعات لا من داخل المغرب ولا خارج المغرب. دونك ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، نضرب لكم موعد ان شاء الله في الايام المقبله بفيديوهات جدادين بافكار جديده، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كل الحب لكم كاملين، كل واحد بالاسم ديالو، تنبغيكم حتى انايا بزاف، ومبروك عليكم هذا العام الامازيغي الجديد. السلام عليكم.